والمغرب طروطو طروطو طروطو. كنتمنى كاملين تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في هذا الفلوق هذا اللي جا الزربان بالزربه. المهم دابا الدراري كما كتعرفوا المقابله ديال المنتخب الوطني قدرنا الورقه في دقيقه 90. تخيل لي واحد البلانه الدراري كنا غاديين دابا القهوه ما علينا ما بينا دزنا بحال التيران. قلت للدراري والو غتوقفوا نسولوا على البيي ديال التيران واش كاين. هبطت ورا نلقى الدراري بزاف كيعرفوني خويا يونس رايه نقطع شي ما قطعش عيط لي واحد البوليسي تعامل معايا في ورقه كما كتشوفوا الدراري. دابا انا حدا المركب غندخلوا دابا ونعيشوا معكم الاجواء كاملين اللي كاينه اليوم في المقابله. الدراري دخلنا للتيران كما كتشوفوا راه ما يمكنش حنا راه باقيين دابا لتحت. واحد الاجواء مبلبله ديال بصح التيران عامر بنادم بدا كيرجع هاي داخل بوراقشي الزحام. المهم لابس خوكم لابس البيض وكي غندخلوا نتفرجوا غنبلبلوها. Oh, Jesus, so that you are in the world.
هدف للمنتخب الوطني المغربي من توقيع اللاعب رقم 8 عز الدين مراحل. Good for Morocco as the Baron Awit as the كما شفتوا الاجواء اللي عشنا في المقابله لداخل في التيران طفاليه تشيفو ما قدرتش نكمل الفلوق حتى الاخر خرج وطلعت مع العشرين ديالي اللي هو هذا هو. السلام عليكم. راه الصراحه ديما مغرب ديما مغرب جاتك المقابله ديما مغرب والمقابله مزيانه حتى هو راه كان في التيران دخلنا انا وياه هو توضر عليا في الدخله انا دخلت مهم الدراري ها هو معكم. شوفوا الاخوان ان شاء الله ان شاء الله الماتش الجاي ان شاء الله ديالنا الماتش الجاي ديالنا ان شاء الله وان شاء الله الى الماتش ديال كاس العالم كاس العالم ديال المنتخب ان شاء الله. تخيل نديو كاس معنا محسن راه هو توضروا عليا عاش الملك توضرنا في التيران عاش الملك عاش الملك عاش الملك دخلنا توضر عليا توضروا عليا بجوجهم
كي جاتكم المقابله لداخل تبع الشوس التيران؟ كانت اجواء خياليه اخو جمهور اخي تعارج كلشي كان بنادر بنادر دربوكات وغنسخف هنا غنسخف علاش غنسخف هنا اخويا كيقرع تما اش ما زوين داز واحد الماتش لا غتسخف زعما الماركه الثالث الماركه الثالث سخف على بالك كيغوت على كاع حوالي الناس الماء الفرقه ديال ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب يلا غني شي ديس ديال المغرب جديس ديال المغرب ما حافظوش كاس الكاس الكاس المهم الدراري غنمشيو نعيشو الاجواء عاوتاني دابا غنتعمقو لداخل وسط كازا غنشوفو الاجواء كيفاش دايره الدراري غيعشينا السيد شوف والله داك الشيء برا انت ما كتشوف الكاميرا ما تصل عليا شو غيهرب علينا شو غنبقاو انا وياك هنا يلا مالك مالك غنمرضو في الهالي لومبيونس 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 داري اجواء واعره بزاف او معايا شعيب شي حاجه نقدو الى هنا وتنتهي رحله جونا فينا التيران بالبناء المهم ربيشنا اليوم عند المخيط وعارض لينا العشاء يلا وصلنا عنده للدار المهم راه وصلنا لعند الدياب كما شفتوا صبت الشاح حبسنا كل شيء تحبس بدنا نبدا كيرجع بحالاتو المهم الدراري دابا نحاول نحبسوا الفيديو هنا داخلين عند الدار تهلا لينا في راسك المخيط اخويا ديما 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 المغرب ديما مغرب ديما مغرب تحيه القشع وتحيه تحيه من طنجة للقوله فورينوش تحيه من طنجة للقوله ما تنعرفوش ان شاء الله